اتأخرت؟ مش قوي يا اختي، هي بس اللي وحشانا بزيادة. ربنا يستر. اللي يسمعك يقول ما عدتش على الإجراءات دي من قبل، هتكركبيلي بطني لينتي رخرة كلها دقايق وتبقى برة. المشكلة مش في جوه، المشكلة في برة. هو اسمه ايه ده كمان؟ في ايه وغوشتيني؟ اصل خالد عرف سكة صبر من اهل مراته القديم. يا اختي الف بركة. طب ما انت جايبة بشرة خير اهو، مالك بقى؟ بشرة خير ايه بس؟ مش لما نعرف اللي في دماغها الاول؟ انا خايفة شيطانها يغلبها وتودي روحها في توكر. توكر ما توكرش لازم أن تعرف، وهي قادرة بقى باللي يبرد نارها. أنا خايفة يا عزيزة عشان تبرد نارها تدخل نفسها النار تاني. مفيش نار أقوى من اللي هي فيه، ولا يبردش نار الواحدة إلا لما تاخد حقها بإيدها. اسأليني أنا. ربنا يستر. هيستر يا أختي إن شاء الله. حبيبتي يا غالية، الحمد لله على السلامة يا حبيبتي، وحشتيني قوي. كفارة يا غالية الغاليين، الدنيا نورت بطلوعك يا حبة عين. مالك يا اختي هفتنة كده ليه؟ تعالي ريحي رجليكي، تلاقيكي على حيلك من صباحية ربنا. لا 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 استني بس، تعالي اركبي وياي. وما تجيش وياي انا ليه بقى ان شاء الله؟ خلاص ما انت كمان هتيجي ويانا. خلاص سواقي كده معلش. اركبي يا اختي اركبي. انا جاية اهو. ورانا انت بقى. الدنيا نورت. يا الف نهار بامبي. هنروح على فين؟ هتيجي على بيت ام. ده انا محضره لك حته اوضه مخصوص فيها كافه شيء. اوضه ايه بس؟ ده شقتي كلها تحت امرها. انا عايزه اروح العزبه. عزبه ايه بس يا اختي دي اللي هتروحيها؟ يا بنتي ما تنسي العزبة وفقرها وقرفها، ليكي مين يعني هناك تروحيه؟ يا صبر يا اختي، اللي تو ما هتروح ويشم خبر هيحتاط منها، والنبي انتي يا غالية. يبقى خلاص زي ما قلنا، تيجي على عندي. انتي اللي قلتي يا اختي، غالية مش هتريح جدتها غير في بيت امها. طب دي مبروكة عاملة لك حتة عشوة تستاهل بقي. معلش يعني يا عزيزة، هتقعد عندك بينك وبين الحج يعني، ولا تيجي شقة أختها اللي مفيش غيرها فيها؟ لمؤاخذة يعني يا دلاه، لو جت على الحج يا اختي ما فيهاش حاجة، إنما بيتك يا اختي الرجالة فيه ولا المشجعين في الاستاد. لا من ناحيتي ما تشيليش هم خالص، أنا الشغل عندي حاجة والبيت حاجة تانية خالص. البيت برايفت محدش بيخش ولا أي راجل بيعتبه. طب لو كده خليني أروح على دلال أحسن. بشوقك يا غالي، اللي يريحك يا اختي يريح، بس بيت امك مفتوح لك في اي وقت برضك. ربنا ما يحرمني منك ولا من قلبك الابيض. تعيش حبيبتي. خدي بالك من المطبات يا اختي. ماشي ما تخافيش يا اختي. يا اهلا يا اهلا، منورين. اتفضلوا اتفضلوا. بسم الله ما شاء الله، شغلانتكم بتجيب قرش حلو بردك يا بنتي يا دلال. امال انت فاكره ايه يا عزيزه؟ اتفضلي اقعدي يا حبيبتي وخدي راحتك، البيت بيتك، اقعدي وارتاحي لغايه ما اوري غاليه اوضتها. يا نوال حضري العشاء بسرعه. طب والنبي انتوا احسن ناس حطيتوها هنا من ساعه ما جبت الشقه دي. تعالي يا حبيبتي، تعالي يا غاليه، خدي حمام ونقي اي حاجه تعجبك تلبسيها وروقي كده لغايه ما العشاء يجهز.
اللهم صل على النبي. ايه يا بنت الحلاوه دي؟ كنت مدريه ده كله فين؟ في القناطر يا اختي. قطعت وقطعت سيرتها، ما تفتكروا حاجه عدله. نفتكر الاكل. فين يا اختي العشوه اللي انت معشمانه بيه؟ حالا يا حبيبتي. دي نوال دي عليها بشاميل هتاكلي صوابعك وراه. حكم احنا بقالنا 3 ايام بنعمل لك كل الاصناف اللي بتحبيها ومش ناسين حاجه ابدا. فاكره الباميه الويكه اللي قلتي لي عليها؟ فاكراها وعملتها. يا ريت بس ما تكونيش نسيتي تعرفي لي مطرح صابر فين. طب انت مستعجله على ايه بس؟ ما تستني كده وتاكلي الاول. انت عارفه انا مستعجله ليه يا دليل؟ هي فزوره انتي الاخرى. ما تبردي نارها وتقولي لها على اللي تعرفيه. انت عرفتي مطرحه فين؟ عرفتي؟ وريني. طبعا مش شريكته في الوساخه ولا وعلينا قوي يا صابر. انا هروح انزل. هتنزلي تروحي فين بس؟ اقعدي. مش عارفه هروح فين بس هنزل اتمشى شويه. وماله يا اختي تلاقي كل حاجه وحشاكي؟ يلا يا بنتي ننزل نفسح. سكي على العشاء يا نوال احنا نازلين. لا خليكي انت يا ابلة عزيزه، انا هنزل هتمشى لوحدي. طب وماله حبيبتي؟ العربيه تحت بالسواق توديكي المكان اللي انت تحبيه. خدي بالك من روحك. اقعد يا دلال، اقعد يا دلال. جدعة بت، ما تقعدي يا دلال. حاضر، اديني قعدت. فين يا اختي العشوة اللي قلت لنا عليه؟ يا نوال حضري العشاء.